كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف أن الخيل العربي رمز للعزة، والفروسية رياضة عريقة محبوبة في الجزيرة العربية، عشان كده مو مستغرب أن يكون أغلى كأس في تاريخ السباقات العالمية للخيول هو كأس السعودية العالمي بجوائز تجاوز 30 مليون دولار، اللي يقيم بالرياض تحت رعاية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وبمشاركة أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم. وهذا الحدث كان فرصة لتعريف العالم بموروثنا الثقافي وزينا التراثي وأكلاتنا الشعبية وهويتنا الوطنية وخطنا العربي الجميل اللي كان يزين سروج الخيل، خصوصاً أنه الحدث نقلته أكثر من 15 قناة عالمية. وأحلى حاجة في البطولة كان فوز الحصان السعودي مشرف بلقب كأس السعودية العالمي، وصار الكأس كأس السعودية سعودي بكل جدارة. وهذه كانت كلمتين مع أخوكم زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.